اهلين وسهلين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين استاذ. والله يا سيد ابو عصام بحكي عندك الاستاذ زيدي. والنعم. حابب يعزمك على الفنجان القهوه اذا تفضلت علينا. خير ان شاء الله. شو بده يعني ما فهمت؟ والله ما بعرف بس يعني شو فيني له؟ والله ما بعرف يعني انت عامل فيها مرسال يعني عم نلمحك بالحاره شو بده هو؟ يا سيد ابو عصام استاذ زهدي حابك كثير وحابب اهل الحاره. ايه واكيد رح تستفيدوا من هذا الشيء. بقى شو قول لهم؟ طيب عمي خليه على التيسير احسن شيء. هيك بده خليه على التيسير. تيسير الله. امرك. اهلين سيدي. يلا عن اذنك. اهلين. السلام عليكم. اهلين يلا. وعليكم السلام ورحمه الله. روح معه روح شوفه. لا حبيبي الله يرضى عليك. روح انت سعيد. روح سعيد؟ ايه. وشو قول له؟ قول له يجي روح. يلا روح. ايه مو ليطلع من الشارع لازق بسمعه لازق.